حنشات بدون عجن ولا توريق، بدون لحوم، لدتهم لدة وخفتهم خفة. باختصار سرطان بلا مضغان، اللي خدا وحدة يحط عينو على الثانية. بحشوة الخضار اللي متوفرة في كل دار، يستحيل تشوفيهم وما تجربيهم. لهذا سيداتي تبعي معي أنا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا للقناه يعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو ببركه الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا المقله ديالي اللي غادي نشحر فيها الخضر. كندير هنايا واحد الكميه ديال الزيت تقريبا واحد 3 او 4 ديال المعالق كبار من الزيت النباتيه، اللي كناخذ هنايا تقريبا واحد 4 ديال الحبات ديال الكروجيت اي القرعه الخضراء اللي كنحكم في الحكاكه الرقيقه. كذلك عندي 4 ديال الحبات ديال الجزر متوسط الحجم اللي كنحكم كذلك في نفس الحكاكه. وانتم الخضر لكم فيهم الاختيار، غير كيف ما كنعرفوا جميعا القرعه وخيزو كيتواتاو بزاف بزاف تيعطيونا واحد اللذة الحشوة رائعه جدا. كذلك عندي هنايا واحد حبه بصل متوسطه اللي فرمتها في المفرمه رقيقه رقيقه، ولا نشلضوها نحاولوا نرقوها قدر الامكان. عندي هنايا التوابل اللي غادي نضيف، غنضيف غير البزار والملح حاليا فقط، وانتم لكم الاختيار. كنوضع المقلاة ديالي على النار، كنشحر هاد الخضر مزيان مزيان. ممكن تضيفوا حتى ليشو، يعني حتى هو كيجي رائع جدا لهاد المجموعه ديال الخضر ما بين خيزو والقرعه وليشو اللي متوفر عندكم واللي مفضل غادي ديروه. كندير كذلك هنايا واحد حبه ما بين فلفله حمراء وفلفله خضراء، ممكن ديروا الفلفله حمراء وخضراء وصفراء اللي موجود عندكم غادي ديروه. اللي ما كيبغيش الفلفله او اي نوع من هاد الخضر غادي يحذفوا اكيد. يعني كنخلي حتى كتشحر ليا داك البصله مزيان مزيان مع الخيزو ومع القرعه، عاد كنضيف حبه ديال الفلفله اللي كنقطعها رقيقه شيئا ما. هنا كنضيف، ضفت في الاول الملح والبزار، هنا كنضيف هنايا واحد ملعقه صغيره من التحميره. ممكن تزيدوا ديفو سكينجبير او اي توابل يعني كتفضلوهم، غير هو سكينجبير كيجي فهاد كيقتل لينا داك النكهه ديال الجزر وداك القرعه، ما كتبقاش داك النكهه ديالها الحلاوه ديالها. كيف ما كنعرفوا القرعه وخيزو تيجيو حلوين في الحشوات. عندي كذلك واحد معلقه ديال القزبر معدنوس اللي كنمزج معاه الثومه واللي ديما عندي حاضر ناظر، وغنخلي لكم في رابط صندوق الوصف كنحتفظوا به سنه كامله بلا مجمد، وقسم ما بغيناه كنلقاوه موجود. كذلك عندي هنايا الشعريه الصينيه، يعني الشعريه الصينيه ديال الارز، عندي جوج قطع، يعني داك جوج مربعات اللي بطبيعه الحال درناهم في الماء الساخن جدا تقريبا واحد 5 دقائق وصفيناهم مزيان من الماء وقطعناهم بالمقص مزيان مزيان وضفناهم. ممكن تضيفوا الشعريه الصينيه، ممكن تكتفيوا غير بالخضر. حالة ما درتو الشعريه الصينيه غادي تضاعفوا الكميه ديال الجزر وديال القرعه وديال الخضر اللي غديروا لهاد المحينشات ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول ندوز داك الشعريه الصينيه مزيان مزيان مع داك الخضر مع داك التبيله باش كتشرب لينا داك النسمه ديال العطريه اللي درنا باش ما تجيناش باسله. حتى في الاغلب ملي كنكبوا عليها المطايب ضروري ما نضيفوا واحد شويه طريطقه ديال الملحه باش كتبلن. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما شحرتها مزيان مزيان مع الخضر كنضيف هنا 4 ديال القطع ديال الجبن ديال الساندويتش الاحمر، كيجي رائع جدا. الا توفر عندكم كان احسن، ما توفرش غديروا الجبن موتزاريلا او مربع او المثلث اللي متوفر عندكم. هذا الجبن هذا كيعطينا واحد اللذه وواحد المذاق وواحد التعليكه خطيره جدا لهذه الحشوه. كذلك هذه الحشوه ما كتجيش ملي كنجيو نعمروها، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو، ما كتجيناش هذه الحشوه كتعذبنا وكتبقى تشتت لينا ونجمعوها من هنا ومن هنا، كتجي معلكه وجامعة راسها براسها، خصوصا ملي كنضيفوا اما الجبن الموتزاريلا او هذا المربع ديال الساندويتش.
فهاد الاثناء هادي انا طفيت النار على الحشوه، غير كنحاول نلبس داك الفرماج اللي ضفت لهاد الخضار ولهاد الشعريه الصينيه باش كتجينا كيف ما قلت لكم هاد الحشوه معلكه وقابطه راسها براسها. كنوضع الحشوه جانبا نخليها حتى كتبرد ليا تماما، ونمشيو نحضروا الورق ديالنا اللي غنعمروا به، سواء درتوا الورق ديال البسطيله او ورق الفيلو. انا كنفضل بهاد المملحات نخدم بورق الفيلو لانه سهل سهل جدا للغايه. غتسولوني فين ممكن نلقاوه؟ غتلقاوه في الاسواق الكبرى، في الهريان، في المحلات. دابا خصوصا في هذا الشهر رمضان ما كاينش شي محل تجاري ما كيتوفرش عنده هاد الورق ديال الفيلو. خدموا باي نوعيه، راه كلهم هما على العموم بحال بحال، غير هما حساسين. منين نخرجوها ونبغيو نخدموا بالكميه اللي عندنا غادي نخزنوها يعني باحكام فواحد البلاستيكه، وكذلك نلفوها فواحد المنديل لانها دغيا كتيبس لينا كيف ما كان الجو سواء سخون او بارد، دغيا كتيبس لينا كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما حليتها كنطويها على زوج وكنقطعها على زوج باش على حسب داك الحجم ديال المحينشات اللي شاهدتوا معايا في اول صوره ديال لا فيديو. كناخذ جوج وريقات يعني كنقسمها على زوج، وكل قسمه على زوج كناخذ جوج وريقات، وكنرجع هذا الورق الفيلو كيف ما قلت لكم غنلفو في البلاستيكه اللي كان فيه او شي بلاستيكه عندي، وغادي نلفو كذلك في واحد المنديل ونوضعو جانبا. فيما نبغي نخدم عاد كنجبد جوج ورقات يعني من النص اللي قطعناه. نتمنى الشرح يكون واضح والصوره اوضح. كيف ما كتشاهدوا معايا كندهنوها مزيان مزيان بالزيت، يعني ما نكثروش غير بالبانسو، واحد الدهنه خفيفه ما كنديروش مزيج ما بين الزبده والزيت، غير الزيت فقط. ومنين نجي ندير الحشوه ما نكثروش باش منين نلفوها منين نبغيو ندوروا على شكل حلزون ما تقطعش لينا وما تشتتش لينا بهاد العباره. يعني وانا كنلفها وانا كندهن بالبانسو دهنه خفيفه بالزيت، ونلفوها غير برفق ما نزيروش عليها. ومنين نبغيو نديروا الحشوه في كل طرف من الجوانب على اليمين وعلى اليسار نخليو تقريبا واحد 3 ديال السنتيم ديال الفراغ ما نديروش فيه الحشوه، باش منين نبغيو نديروا الف الاولى كتلف لينا بكل سهوله، ومنين كنجمعوها وكنطويو الطويه الاخرى كنديروها يعني في الاسفل كتجمع لينا وكتجينا محينشه متوله محدقه على شكل حلزون. يعني بهذه الطريقه هذه الحشوه ديالنا كيف ما شفتوها كتسهل علينا، ملي كنزيدوا ليها داك الجبن ما كتجيناش كتشتت، كتجينا متماسكه. ونديروا الحشوه على حسب كيف ما كتشاهدوا معايا ما نكثروش، وبهذه الطريقه يعني نخلي واحد 3 سنتيم من الجنب اليسار ومن الجنب اليمين، وحنا كنلفو غير برفق، وحنا كندهنو بشويه ديال الزيت بالبانسو او بيدينا وكنلفو برفق بهذا الشكل هذا، والصوره راها معبره. ملي نجيو نلفوها على هذا الشكل هذا بالنسبه للمبتدئين غير كندفعوها بحال اللي غير كنكحزو فيها بشويه بشويه، وكنديروا داك الطرف الاخير من الاسفل. نتمنى نكون شرحت وكفيت وفيت بالنسبه للمبتدئين، والصوره تكون واضحه كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. راهم ساهلين ماهلين وجد اقتصاديين بغض النظر على المذاق ديالهم الخطير. غادي تستغني تماما عن شي حشوه ديال المملحات اللي فيها الطون او الدجاج او اي نوع من انواع اللحوم، كتجي لذيذه وجد اقتصاديه كيف ما كتشاهدوا معايا. بعد ما كنكمل الكميه كلها هي اللي عندي، كنجيب هنايا واحد لاطه اللي نفرش ليها اما البابي كويسون، الا ما توفرش عندنا كندهنوا واحد الدهنه خفيفه ديال الزيت في الطاوه يعني في اللاطه اللي غادي ندخلو الفران. كنستفهم على هذه الطريقه هذه، وغادي نرجع ندهنهم عاوتاني واحد الدهنه خفيفه من الفوق باش كيتشمعوا ليا وكيتقرمشوا ليا وكيجيونا مذهبين. انا درت الفران ديالي سخون على درجه حراره 180، يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العبار ديال درجه حراره 180 يعني كنشعلوا الفران تقريبا واحد ربع ساعه قبل ما ندخلوا اللاطه على نار مجهده، يكون الفران سخون. مجرد ما كنوضعهم في الفران كنقص للمتوسط يعني كيبغيو يطيبوا على مهلهم، يعني داك اللفه اللي لفيناهم يطيبوا كيف الداخل كيف على برا، ماشي يكونوا مذهبين ومقرمشين على برا وبيضين من الداخل. يعني غادي نخليهم تقريبا واحد 30 دقيقه في الفران متوسط، يعني نشعلوا عليهم غير من التحت حتى يذهبوا لينا من التحت، وكنهبطوهم يذهبوا لينا من الفوق على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. كيجيو من اروع ومن الد ما غتجربي في المملحات، ساهلين وسريعين وجد اقتصاديين وما غتشبعوش منهم. كيف ما قلت لكم سرطان بلا مضغان، واللي كلا وحده يبغي يزيد الثانيه. غير جربيهم سيداتي على ضمانتي. زين
وزينتهم في الاخير بواحد شويه ديال الفرماج موتزاريلا مبشور وشويه ديال القزبر معدنوس او الربيع وتزين لكم من الاختيار. يعني هادو بلا ما يتزينوا مزينين راسهم براسهم. كيف ما كتشاهدوا معايا الحشوه كتجينا افتيه ومعلكه مع داك الخضر مع داك الفرماج، يا سلام كيذوبوا في الفم ذوبان. نتمنى تجربيهم وتردي عليا الخبر سيدتي في التعليق، وكنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم البنائين. وغير ما تنساوناش الله يجازيكم بخير من اللي لايكات ديالكم، هما السبب الوحيد الرئيسي والاساسي في الفيديوهات باش كتنجح الوصفه وكتبارطاجا وكيوصل اكيد الفيديو للجميع. وكذلك غنخلي لكم في رابط صندوق الوصف الوصفه اللي درجت معكم من قبل ديال لينيم او ليبودان بحشوه جد جد سهله ومذاق مميز. شكرا لكم متابعه، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه سوريه. الى اللقاء ودمتم في رعايه الله.